انت بتحب الضحك. اه بحب الضحك. هو مين في المكان الوسخ ده ما يحبش الضحك؟ انت بتضحك غلط. طب ايه رأيك لو سمعنا حاجة حلوة ممكن تفكرنا؟ يلا بس. حلوة 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 افتكرت؟ لا مش فاكر. الواد ده هيجنني. مش عايز يقول الشنطة فين. جيزو الواد برضو مهما كان في يوم من الأيام صاحبنا. أنا بقول إن أنا أريحه. أنا هموته. موته هو. استنى أنت وهو. أنا افتكرت. ده أنا معايا كارت بتاع مناوم مغناطيسي اللي لقيته في الشنطة بتاعت ألفيس. يمكن ينفعنا. وريني كده. بروفيسير التمويم المغناطيسي. كريستيانو باشاندي وانا اجيبه له من عيني ناجي ده. خش خش خش. هو الراجل ده ساكن في متحف محمد علي ولا ايه؟ ده قصر القميص طالص. ستوب روكي اتكروي. ماشي يا حلوه نتفتش بس شوف لنا اوضه نتكن فيها ونتفتش. روك يا أتكروي. ماشي بس على فكرة أنا بتفتش ذاتي. روك يا أتكروي. كلوتي أنا جاي هنا غصب عني. روك يا أتكروي. إيه؟ روك يا أتكروي كده. إيه اللي بتعمل إيه ده؟ روك يا أتكروي. لا أنا مش روكي. روكي روكي يا أتكروي. لا أنا ما بتفتش. يا عم في إيه؟ بتعملي إيه؟ إيه؟ باظ. حاجة خفيفة عشان الطريق بس. ما خلاص بقى. الله. لا مش لاقيه يا ستي. خلاص يا مروكي. خلاص يا مروكي بقى. شو ده؟ ايه شو ده؟ نتفضل اتفضل اتفضل ساعتك. قلت لك اتكلم لغه ثالثه. بس ايه المتحف ده ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده رحيم فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعتلنا منين يا طلعت من اي حته؟ انت في حاجه وقعت منك؟ مفيش حاجه يا عم. احنا عايزين البروفيسور. عايزين البروفيسور؟ اه اصل احنا لا مؤاخذه قصدين البروفيسور ده يعني عشان معانا حاله. على فكره انتوا حظكم حلوه قوي قوي قوي. البروفيسور النهارده كان عنده مشوار واتلغى فكده ممكن يقابلكم. طب يلا بقى نفسك معانا يا معلم. شحته شحته. هو ده بقيت السحر؟ شش تعالى هنا. اتفضلوا هنا. قول له احنا جايين ليه؟ ابدا ابدا سيدي. احنا حمزه صديقنا كان سايق العربيه وعمل حادثه وفقد الذاكره. شت. حمزه هو كان معاه ورق مهم قوي فهو خباه في حته واحنا مش لاقيينه. شت. اتفضلوا سريع. يعني هنفضل كتير واقفين يا معلم؟ طب احنا واقفين دي احداد ولا ايه؟ ايه ده؟ ده هيطير ده ولا ايه؟ شت.
اعل اعل وارسي لك على قارب. الظاهر مفيش حد جوه. طب نجي لهم وقت تاني. انا بقول نسيب لهم ورقه. ايه ده يا سمو الامير؟ ده العلم يغني؟ شت. ده العلم بيسكر يا عم. ايه ده يا عم؟ قول له يشرب وما يخافش عشان يسهل علينا المهمه. يقول لك البروفيسور لا تخف اشرب، ان هذا المشروب سيسهل لنا المهمه. لا اخد ايه؟ مش هاخد حاجه، ما مش هعمل حاجه من دي. حمزه عود عمك الخفاش واشرب شويه بس عشان تسهل المهمه. لا انا مش هشرب. انا حمزه ها. ساعد الساحر، خلينا نتسحر. خلينا نعرف الورق ده طريقه فين. اشرب. قولوا لا مؤاخذة في دي الكلمة يسيب الكوباية. يقول لك البروفيسور لا مؤاخذة ضع الكوباية. هعد من واحد لثلاثة. هحط ايدي الشمال وانت تحط ايدك اليمين في اللفة الثالثة. في اللفة الثالثة. ركز. يا ابن القرود. لا برافو عليك. يلا بينا نمشي، ده راجل هاي. غمض عينيك. يقول لك البروفيسور غمض عينيك واحلم معاه. بعدين كوميديا. شايف ايه؟ ايوه انا شايف اهو. انا شايف ميه. ايوه شايف ايه كمان؟ وقصب. هو في واحده انا مؤاخذه كده بتغسل وعريانه كده. ما تبصش عليها. يا هناء. ايوه هناء. انا عرفت الشنطه بتاعتكم تبقى فين. ها؟ بس اللي جواها مش ورق. دي فلوس وليا فيها 20%. كفايه 15%. كلمه زياده هيبقى 40%. بس يا معلم خفاش 25% واحنا ارتضينا. بس تشوف لنا المسرحه دي في انهي دقيقه او الجبهه. زي ما وعدتكم بالظبط، جبتكم لمكان المصلحه. يا نهار ازرق.